كتير اليومين دول بنشوف فنانين بيتصوروا في نفس الأماكن، وده اللي بيطلع إشاعات إن في بينهم علاقات زي ما حصل مع سلمى أبو ضيف ونور النبوي الفترة اللي فاتت، بيحصل دلوقتي مع أسماء جلال وأمير المصري، والقصة دي بقى لها فترة بيسافروا أماكن كتير سوا. كومنتاتهم على السوشيال ميديا شغالة على طول لبعض. تعالوا نشوف إزاي بدأت قصة حب أسماء جلال وأمير المصري. لسه من كام يوم السوشيال ميديا كانت بتتكلم على علاقة الحب الجديدة اللي بين سلمى أبو ضيف ونور النبوي، وده من بعد ما انتشر صورهم سوا في المكسيك، بس الكلام عليهم من ساعة مسلسل راجعين يا هوا لما اشتغلوا مع بعض فيه وبدأت القصة. بس مش دايما بقى قصص الحب بين الفنانين تبدأ بالشغل سوا، مع إن العادي إنها دايما بتبدأ كده، اشتغلوا فبقوا صحاب، هوبا بقوا حبايب. إنما الجديد بقى في علاقة أمير المصري وأسماء جلال، الاتنين ما اشتغلوش سوا. يعني لو بصينا أصلاً على شغل أمير المصري هنا في مصر مش هنلاقي إلا التلات أو أربع أعمال بالكتير، اللي أولهم رمضان مبروك أبو العالمين حمودة واللي كان سبب في شهرته، لكن هو معظم شغله برا وأفلام مش مصرية ولا عربية. أسماء العكس تماما عنه، يعني من بدايتها كموديل سواء أزياء ولا حتى إعلانات، وبعد ما دخلت التمثيل في 2017 وهي بتقدم مسلسلات مصرية وبتتطور كل مسلسل عن اللي قبله. آخر مسلسل هي قدمته كان في شهر رمضان اللي فات، مسلسل الهرشة السبعة واللي كانت طلع بدور سلمى. ناس كتير اتعاطفت معاها علشان اللي حصل من جوزها، فازاي هما الاتنين وقعوا في الفخ؟ الفترة اللي فاتت أسماء جلال وأمير المصري كانوا بيقضوا أجازتهم سوا في إنجلترا، وده ظهر من صورهم سوا في نفس الأماكن ونفس البوزيشن، مش صورة واحدة علشان نقول صدفة، لا دي كذا واحدة ونفس الأماكن، وكأنهم بيوصلوا رسالة للناس أهو يا جماعة احنا سوا، بس مش هنقول اعرفوا انتوا لوحدكم. وده غير ان في علاقة صداقة اصلا بين عيلة امير المصري واسماء جلال، وده باين من كومنتات ابو امير المصري اللي دايما بيدعمها ويكتب لها كومنتات عندها. اما بقى كومنتات امير ليها ولا كومنتات هي لي، كلها قلوب ووش مكسوف، مش صحاب خالص. طبعا الناس هتقول ما يمكن اشاعات يا جماعة، ما اسماء جلال طلعت عليها اشاعات ارتباطات كتير، أولهم بشرنوبي وده بعد ما اشتغلت معاه كذا عمل. ساعتها ما كدبتش ولا أكدت، وبعدها بفترة طلعت أخبار على ارتباط أسماء جلال بويجز بعد ما فشلت علاقته بهدى المفتي، فارتبط بأسماء جلال. كانت بتنزل صور كتير ليهم وبيتواجدوا سوا، واحتفلت بيه في عيد ميلاده وظهرت معاه في حفلته ورقصت على أغانيه. كل ده خلى الناس تقول ده في علاقة بينهم، وبرضو كالعادة أسماء ما ردتش على كل الكلام ده. أما أمير المصري فوقت عرض فيلم ريتسا طلعت إشاعات عن وجود علاقة بينه وبين مريم الخشت، وظهروا سوا في أماكن كتير وصور، بس ما طولتش كتير الإشاعة دي، وبعد فيلم هاشتاج جوزوني الكلام زاد على وجود علاقة بينه وبين ميان السيد، وفضلت حبة حلوين القصة دي، وهي تطلع تقول إنه شاب خطير ومفيش منه اتنين، وهو يقول إنها أجمد ممثلة في جيلها. بس برضو الحوار ده مطولش واتقلب بسرعة، والكلام دلوقتي على أسماء جلال. مش هنقدر نحدد قصة حبهم بدأت إمتى ولا رايحة ناحية إيه، العلاقات دايماً في الوسط الفني محدش يقدر يفهم هما ناويين على إيه. بس في تصريحات لأسماء جلال قبل كده قالت إنها عاوزة تعيش قصة حب علشان تقدر ترتبط بالشخص ده وتدخل مرحلة الجواز علشان يقدروا يفهموا بعض، وإن شخصية سلمى اللي قدمتها في الهرشة السبعة خلتها تفهم العلاقات العاطفية بشكل أكبر. على العموم كل الكلام ده هيبان أكتر الفترة اللي جاية.